بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة أنا سعيد بوجودي بين أخواتي الباميات وإخواني الباميين. وباسمكم جميعا تحية عالية لعضوي المكتب السياسي وصفوعي. تحية للمنسق الجهوي والإخوان الجهويين. تحية للمنسق الإقليمي والذي يشد عضده بالسلحات. تحية للنساء، تحية للشباب، تحية لكل القطاعات، تحية للحاجة العالمية. تحية السي عزيز الدبار، تحية خاصة على الكرم ديالو، الكرم ديالو ودائما فاتح الفنادق ديالو للنظام وللنقاش وللعمل ديال الخير، العمل الهادف. فلكم جميعا جزيل الشكر. انا بعد المشاكل اللي وقعت مع الاخوان ديالي في العداله والتنميه، وبعد تقرير الاستقاله ديالي كرئيس مقاطعة سايس وكعضو من جميع الهيئات المنتخبه، وكذلك استقالتي ككاتب جهوي واستقالتي كعضو من حزب العداله والتنميه وبعد قبولها، اتصلت بعديد من الاحزاب مشكوره الصغيره والكبيره، وتكلمنا بمده ديال قريب الشهر، ورابط الشهر انه افكر وانا ارشح وانا اجتهد وارجع للمرض، رجعت حتى القوانين الاساسيه لبعض الاحزاب، فاخترت حزبكم وحزبنا حزب الاحصار المعاصر. أنا اخترت عن قناعة وعن عين وصراحة عن دراسة وعن استشارة، وبهذه المناسبة نبغي نوضح واحد القضية، هي أنه أنا ما جايش باش نترشح من البرلمان، أنا جاي كجندي من جنود هذا الحزب. أنا المناصب، أنا من الناس المغاربة اللي كيعطيو المثال بعدم الالتصاق بالكراسي ولا بالمناصب. أنا واحد من دوك الناس اللي رميت الكرسي ديال الرئاسة ورميت الكرسي ديال، أنا اللي اختاريت أول واحد اختاريت بفارق كبير، هادشي داخلي مسألة داخلية، وإن كنت قلتها في تصريح صحفي. عندنا هيئة ديال الترشيح الغرفة الثانية، الغرفة ديال المستشارين، كانت لجنة واللي كنت أنا نكون رئيسها في مرة أستاذ علوة، وقلت النائب ديالي هو اللي تخصصها وحضرت، وما كنتش كندير الصوت ديالي، وتختاريت أنا ب 18 صوت باش تكون مرشح ديال اللائحة ديال الجماعات المحلية للبرلمان الغرفة الثانية، والثاني اللي تختار أنا ب 6 ديال الأصوات، أنا 18 صوت والثاني بستري الاصوات، وتنازلت وما بغيتش نتنافس وظلمت بالمناسبه، وما بغيتش يهمني مقعد البرلمان. فاذا بلادنا محتاجه للرجال ديالها، وبلادنا محتاجه للنساء ديالها. الفرصه الان مواتيه لحزب الاسرى والمعاصر. اخواني تكونوا انا معهم. التفاؤل اللساني الان هو تفاؤل حقيقي، وتفاؤل مشروع، وتفاؤل له ما يبرره. الساحة الآن